فعلى سيرة الوالد، كان أستاذ لغة عربية أزهري، هل كون حضرتك تربيت على يد رجل أزهري ده ليه علاقة باهتمامك بالفكر التنويري أو بالتجديد الفكري وبكثرة الاطلاع في الاتجاه ده؟ له علاقة في الدين تحديداً؟ علاقة أكيدة وثيقة تامة، لأنه والدي مش بس شيخ أزهري، والدي من متفوقي كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر. وإحنا عندنا صورتين في البيت كده لغاية دلوقتي في بيت العيلة، يعني في أسنة صورة لوالدي وبالعمامة الأزهرية وتخلى عنها لما دخل التربية والتعليم، والصورة التانية وهو يرتدي ملابس الجندية رغم أنه ما اتجنتش، بس هو تطوع في الدفاع الشعبي في بورسعيد في العدوان الثلاثي. فالصورتين دول يعني كانوا هما تاريخ أبي، لكن في حقيقة الأمر أبويا من اللحظة الأولى، من وأنا عمري سنوات يعني يدوب بعرف أتعلم اللغة، يعني كان يشاور لي على كتب التراث ويقولي هات البخاري، هات في الرف الأولاني هات لي الزمخشري، افتح القاموس المحيط. وأبويا رجل متنور جدا، شأن الأزهر الحقيقي، متنور جدا، متفتح للغاية، متسع ومتسامح لي كل الآراء. يعني تخيلت أنه لأ، أنه أزهري صميم هيكون آراءه عكس تماما الآراء اللي بيدعو ليها أستاذ إبراهيم عيسى، يعني تراثية أصولية مثلا. لا، أنا كل ما أقول وقلت في حياتي هو ما تعلمته من أبي، بس أكيد مش لدرجة مثلا نقد البخاري. لا، هو أنا ما حدش بينقد البخاري، احنا بنتكلم فيما يخص احكام العقل والمنطق والقرآن فيما روي في البخاري. يعني كانت آراءه مشابهة لآراء حضرتك؟ لا انا عايز اقول انا اللي آرائي كانت مشابهة لآراء العائلة والقرية. كانوا بيستقبلوا افكار ابراهيم عيسى ازاي؟ اهلي وقرايبي عارفيني شخصيا، يعني فمهما قلت من آراء أثارتكم جميعا أو تجادلتم حولها أو هم عارفين من الذي يتحدث،